تحية طيبة إلى كل مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على فيسبوك. أهلا وسهلا بكم إلى هذا البث المباشر من ساحة الشهداء في مدينة صيدا، حيث عمد عدد من الشبان إلى قطع الطريق في ساحة الشهداء في صيدا بالإطارات المشتعلة بالاتجاهين أو بالمسلكين في ساحة الشهداء في مدينة صيدا. نعم، وطبعا نحن قبل ما نطلع أخذنا إذن مديرية المخابرات اللي عم تواكبنا، وشفنا من جديد بعض الوقت أقدم ضابط من الجيش لا يمنعنا من التوصيل، ولكن مديرية المخابرات تدخلت. فإذا كان عدد الشبان كبير، كان حوالي يعني 30 شخص بحسب ما وفدنا، ولكن عندما وصل الجيش ومنعوا الشبان من التظاهر ومنعوهم أيضا من أنه يكملوا بقطع الطريق بحسب المعلومات اللي أخذناها من الشباب اللي من بعض الشبان اللي بعدهم، وتم يعني إبعاد الشباب من ساحة الشهداء، مضطر بالبعض من أنهم يبعدوا عن ساحة الشهداء. في هذه أثناء مثل ما قدرنا نشوف بعد الزميل علي كيف أنه الجيش اللبناني فتح الطريق اللي كانت قد أغلقت بالإطارات المشتعلة من يعني بالاتجاهين، يعني هيدا دوار ساحة الشهداء، هون تم إغلاق الطريق، وأيضا من الجهة الثانية وأيضا تم رمي مستوعبات النفايات بالجهة المقبلة اللي بعد شوي رح نكون عم نعينها. بس بدي أجرب هيك أخذ سريعا بس مقابلات مع الشباب اللي كانوا موجودين. يعطيكم العافية شباب، يعني كنتوا موجودين من بداية قطع الطرقات، خبرونا بداية ليش قطعتوا الطريق اللي ترى؟ كرمال المي، كرمال الكهرباء، معيشة، والدولار، دولار صار ب50,000 والعالم بعدها نايمة. علمي كنا قاعدين عادي معلمي، عم نصرف دولار، الشباب كله هون كانت مسروعة، عم نصرف دولار. هلا أول شيء فيها أضرار وفيها إيجابيات، فهمت علي كيف؟ المهم يعني يعني اليوم الدولار 50,000، عم تقلي المي، عم تقلي ما في كهرباء، ورغم هيك الشعب قاعد ببيته. قاعد ببيته الشعب، انا من اليوم الصبح فقت من النوم، بس اي واحد طبيعي بدي يفيق من النوم بدي يغسل وجهه، ما في مي، انيت مي صحه عم غسل وجهنا وعم عم نعمل اي شيء. ما في كهرب، عم نسخن مي على الغاز لحتى نفوت نتحمى بمي سخنة. كان عددكم اكبر ولكن لاحظت انه بس وصل الجيش على مناطق تانية، لانه مع الاسف يعني لانه مع الاسف الناس نايمه، فمشان هيك الشباب عم يتجولوا بالمنطقه بكل المنطقه. هلا هن على سبنس، طب ما هن حاجه هالقد بقى تخنوها، لا بدهم كهرباء من ايران، لا بدهم كهرباء من الروس، لا بدهم كهرباء من الضراب السخن، بدهم الناس انه بعد لوين رايحين؟ دولار ب 51,000، طب ولوين رايحين نحن؟ يعني هيدا اقل شيء انه تنزل العالم على الشارع. اما اللي قاعد ومستسلم لانه عم ياكل لحم حمار، ما عم ياكل لحم بني ادم، لحم بقر ولا هذا، ان اكلوا لحم بقر صاروا بقر، ان اكلوا لحم غنم صاروا غنم، شعبنا صار غنم. وفوق هيدا كله هلا عم بيطعمونا لحم حمير بحجه انه هو هندي، بس هيدا شعب، هيدا لحم حمار، مشان هيك الشعب عم يتحول لحمير وقاعدين ببيوتهم. لوين ناطرين بعد؟ شو ناطرين هذا الولد ينزل؟ هيدا بده يدافع عنكم يا بهايم قاعدين بالشوارع، هيدا ولد بده يدافع عنكم يا عربكم، عرس لا بتفهموا. يعني بتفهمك حاج، وبعرف ما بدنا نطلع شوي عن اطار المقابله، بس بعرف الوضع صعب. بس اليوم كثير يعني من الناس عم يقولوا انه طب اوكي قطعتوا الطريق، نزلتوا 10-20 شخص، الناس ليه برايك الناس ما عم فكر؟ هول الناس عايشين، هول عم يتدينوا ليتزينوا، هلا عم بسوقوا سيارات وتفشفخوا هون وهون، هلا روح شوف ديونهم، عم يتدينوا بدهم يرموا حالهم غلب. نحن لانه الشعب بحب انه يكون هو غني، لا نحن فقراء، الشعب فقير، يعني اقل شيء قوم انا لاقي مي غسل وجهي، طب ما بدي فوت على الحمام، طب وين هيدي؟ طب مين بده يدافع عنكم؟ اسرائيل تيجي تدافع عنكم؟ والله يا ريت، طابع ما في بالبلد، طابع اذا بدك تعمل معامل طابع. طب لايمتى مباقيين؟ لايمتى بقى ساكتين؟ لايمتى؟ انا هيدا اللي بدي افهمه، انا هي اول مره بنزل لانه انتفخ قلبي، ما عادش عندي شيء بيعه. عندنا شويه ذهب بعناه هون، عندنا سيارتين بعنا سياره، عندنا شويه بطاريات بعناه هون، عندنا كنبيتين مش عايزينهم بعناه، طب وبعدين خلصوا؟ طب اللي عم يجوا من برا برضه ما بكفوا، يعني 100 دولار شو بتعمل اليوم؟ ولا شيء. وباقيين هن عم يسرقونا وما بدهم حلول، لانهم خايفانين على اموالهم اللي هربوها، هن اثنين ثلاثه بالبلد حاكمينها، لانه اموالهم برا خايفانين الامريكان يخنقوهم ويقولوا لهم شلحوهم اياهم، عم يحرقوا شعب بكامله.
شعب بكامله عم يحرقوه كرمال مالهم ما يروح. لقيت ناطر يا سيد حسن ولا بتهمك بالعمالة معهم؟ انت بدك تنزل، انت بدك تحرك الشارع، انت بدك تحرك الناس. الناس ما بقى فيها، وبس اتحرك انا يعني معناته انا خلصت. شكرا لك. خليني اتابع فاذا مشاهدينا رح احكي معك، ولكن خلينا نقرب نقول انه لا يزال نعم مع انه معطلين مسحرين اكثر مننا. الجيش هيدا معاشه ما بكفيش اجار طريق، عم ياكلوا زعتر وزيت، عم يلموهم من بيتهم. هلا صاروا بحطوا زعتر ما بحطوش زيت، انا شايفهم بعيني عم بيجيبوا لهم اعاشه. لك جيش عم يحمي وطن، بتجيب له اعاشه يعيش فيها؟ كيف بده يحارب هيدا عني؟ إذا أجل إسرائيل بيفتح له الطريق، هيدا الجيش هيدا حرام، إن كان هني ولا كان القوى الأمنية كلها الدرك، عم ياخذوا أعاشة، بدون الأعاشة ما بيعيشوا، عم بيسكتون بصندوق أعاشة. روح شوفهم بالسراي، روح شوفهم بالسكنات، عم يعطون أعاشة لهول القوى الأمنية اللي عم تحمي وطن، عم يعطوها أعاشة بس عشان دلهم ساكتين. يعني أود أن أشير إلى أنه لا يزال الجيش اللبناني، عناصر من الجيش اللبناني موجودين بساحة الشهداء بمدينة صيدا، وعمدوا على فتح الطريق اللي كانت مغلقة بالاتجاهين في هذه الساحة. يعني سمعنا صرخة العم، بتصور تمثل صرخة كل لبناني اليوم؟ صرخته 100% مضبوطة. هلا هو حكى كلمة حافظ، عم بيقول لسماحة السيد حسن نصر الله قبل كل شيء. تاني شيء انا بدي احكي مع حسن نصر الله ومبتل الجمهورية، كلمتين مختصرين. نحن جماعة معروفين بكل انحاء لبنان، معروفين بكل انحاء العالم مين نحن بالنسبة لعاصمة المقاومة. عاصمة المقاومة كان فيها اليهود، كان فيها المسيحيين، كان فيها كل الناس. يعني اذا خلصت التمثيلية واذا خلص الوضع مش ضروري تحاربونا الا نحن بكراسيكم، اي بمعنى الكلمة الصرخة لازم يفهمها كل الناس، وكل الناس لازم تعرفها. بحكي انا كلمة كل الناس ما بتعرفها، عم خاطب من عاصمة المقاومة، عم خاطب من عاصمة الجنوب. شو بدك تخاطب يعني اليوم؟ بدي اقول كلمتان. بدي اقول كلمتان. عم بتحاولوا انه تحاولوا جميع الطرق لحتى تولعوها طائفيا، مش طالع بايدكم. انتوا عم بتحاربونا بالدولار، يعني مفكرين حالكم عم بتحاربوا رب العالمين؟ فمعلش، اذا بتريدوا ما تخافوا على اموالكم، ما تخافوا على صيصانكم. خلصتوا من الحرب الاهليه بعاصمه المقاومه، عم بتجربونا الا نحن بقصه الدولار وقصه الاحتكار. معلش زي ما حكى، بيع 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 بيع، بعدين لوين رايحين؟ بدكم تعملوا اتفاق مع اسرائيل؟ بدكم تعملوا اتفاق مع اسرائيل؟ اعملوا اتفاق مع اسرائيل بس ريحونا بقى، خلينا نقدر نعيش. شكرا لك. فاذا مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على فيسبوك، مثل ما عم نقدر نشوف انه تم اعاده فتح الطريق اللي كانت قد اغلقت بالاطارات المشتعله بالاتجاهين بالمسلكين بساحه الشهداء. ويعني كمان من الجهه الثانيه تم فتح الطريق بشكل كامل. اود ان اشير انه عناصر الجيش اللبناني موجودين، وايضا من الدرك اللي كمان موجودين بساحه الشهداء وعمد. وكنت بس عم بتاكد انه بالفعل تم فتح الطريق بالكامل. فاذا هذا هو المشهد من ساحه الشهداء في مدينه صيدا. قبل الختام اود ان اشير انه ايضا بعبر بصيدا كان قد اغلقت الطريق من حوالي الساعه، ولكن ايضا تم اعاده فتح الطريق. فاذا من مدينه صيدا وتحديدا من ساحه الشهداء، ابراهيم ضبع العماس وبيروت انترناشونال. Thank you.